بداية يعني ندشن اليوم هذه الفاعليات وبداية أول عيادة قانونية وأول محكمة سورية تشهدها جامعة أسوان وتشهدها كلية الحقوق بحضور معالي رئيس الجامعة. محكمة! نعلمهم من خلال هذه المحاكمة السورية بعض فنيات المحاكمة من الناحية القانونية. فحينما أستوقف الدفاع وحينما أستوقف الشاهد وحينما أستوقف النيابة العامة أنا أقصد أن أسرب بعض المعلومات القانونية لكي يعم أو تعم الفائدة على كل زملائنا وأبنائنا الطلبة. يا أستاذ حاضرين عن مين؟ عبد الله مراد بالنقض والإدارية العليا حاضر على المتهم الأول. خديجة عبد الكريم عبد الرحيم بالنقض والإدارية العليا حاضر على المتهم الأول. قول والله العظيم اقول الحق والله العظيم اقول الحق. يا ريس هو بيروح شغله من سكن وانا بروح شغلي من سكن. لا انا بشوفه لو بيشوفني يا ريس. انا ما بشوفوش غير ان انا بصب عليه الصبح بس يا ريس. محمد السيد البدوي. حاضر يا فندم. حكمت المحكمه ببراءة المتهم مما نسب اليه. يا فندم. رفعت الجلسه. الحقيقه ان مساحه الحريه اللي سبناها للعديد من الطلبه اثبتت ان الطالب يستطيع ان هو يبدع ويضيف كل ما هنالك انه يحتاج الى نقطه انطلاق تشكل لي البدايه الحقيقيه، ثم اترك الشباب بحماسهم وبطموحهم وبرغبتهم في التقدم ان هم يثبتوا لك ان هم شعله نشاط قادرين على تخطي كل الصعاب وقادرين على تحقيق ما لم نتوقع نحن ان الشباب يقدر يحققه، خاصه في ضوء ظروف امتحانات وضيق للوقت قد توحي للبعض ان احنا ما كناش هنقدر نتمكن من الخروج بهذه الصوره المشرفه، لكن بحمد ربنا الحمد لله انه ابناء الطلبه انصفوا انفسهم وانصفونا وطلعوا حاجه مشرفه للجامعه. من اول يوم بدانا شغل بدانا جد جدا، ان كنا مضغوطين في الوقت جدا، عندنا مذاكره عندنا امتحانات جايه فلازم نركز في اكتر من حاجه. بدانا نشتغل بجد من اول يوم، الناس كلها كانت بتشتغل وكل واحد عمل اللي عليه. ده بصراحه سعيد جدا، يوم النهارده بنحصد فيه تعب شهرين متواصلين من العمل. الشباب اشتغلوا وطلعوا كل اللي عندهم بسم الله ما شاء الله. من بدايه فريق الاعداد كان حاطه سكريبت هايل، شغل فريق النيابه كان هايل جدا، الناس بذلت مجهود كبير، فريق الدفاع قدم كل اللي عنده،